البومك الجديد فيه اغاني في ناس شافتها حلوه قوي او كتير شافوها حلوه قوي، في ناس كتير شافتها مجنونه جدا، مجنونه يعني ما خرجت نطاق عن نطاق العقل. ليه بتقولي كده؟ ايوه ده عندها اغنيه على فكره حلوه جدا، بس الناس ما بتقولش على اسمها، ما بتقولش الاسم اللي هو ما حصلش حاجه، مسميها شيزوفرينيا. تقولي ايه؟ لا قولي الكلام، قولي الكلام ايه؟ واديني سبته شفت اهو ما حصلش حاجه. واديني سبته شفت اهو ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا لا مش زعلانه وكئيبه. بتوهم نفسها ان هي كويسه وبتاكل وبتشرب وبتشتغل وبتعمل كل حاجه، بس هي من جواها لسه بتحبه، بدليل انه في الاخر بتقول انا وانا يمكن انا لسه ما طلعتش من العلاقه دي، وانا كويسه. يوم ورا يوم سميرة سعيد يا جماعة شادي. مرة لسه جاي من أمريكا يعني لسه بيدرس. لسه مقالوش أسبوع دلوقتي. أولا أنا يعني أنا شفتك في كذا مناسبة، لما أخدتي كذا جايزة في السنة دي الفترة اللي فاتت وكنت كده بتوقفي شادي جنبك كده بافتخار كده حبيبي طبعا، يعني ده أعز حاجة في حياتي، يعني أجمل حاجة في حياتي يعني، ويعني بس شفت لك مقابلة زمان كان شادي أكيد صغير جدا، قلتي وهو بيبي ما كانش بيحب يسمع أغانيكي خالص وبيسد ودانه. هو صغير كان كده فعلا، ما بيحبش يسمع. أنا عندي مشكلة في البيت دايما بسمع الأغاني بصوت عالي جدا جدا، فهو كان يعني بيتضايق من الحكاية دي. بعد كده كبر، او على فكره ابتدى يسمعني من يمكن 3 سنين ابتدى. بس يا عيني حبك على بالي، لو لم علي قلب ميل ولا بالي، يا عيني حبك على بالي، لو لم علي قلب ميل ولا بالي، زلك زل الهوى غطى غطى، منك قلبي انجوى بالنار بالنار، زلك زل الهوى منك قلبي انجوى بالنار بالنار، ويلي 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 ويلي، يا عيني حبك حبك على بالي، لو لم علي قلبك. الجاني بعد يومين كانت بداية مرحلة مختلفة يعني، وده أنا الحقيقة يعني هي الغنوة كان ليها شكل مختلف عن كل الأغاني وقتها. كنت صغيرة قوي. حتى لما نشوف الفيديو يعني مختلفة، هي أغنية مختلفة تماما، وحتى غناية، وأنا حتى بالغنى فيها كان يعني أنا أول مرة كنت بوصل لنوت عالية قوي، يعني كنت وصل للري، وأنا أساسا كنت بغني في اللي هو الحتة الوسط في الصوت، يعني عمري ما وصلت الحتة اللي هي الجاني بعد يومين، يعني الحتة العالية دي كنت دايما بخاف إن أنا أوصل لها يعني. الجاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا ناري، وسمعت فكر شري وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومي يبكيلي بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا ناري،
سمعت فكري شريت وسكت وقلبي الشحيد. انا مش هخليك تغني دلوقتي بس هخلي الناس تفتكر حاجه برضو جزء من 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 ذكرياتنا لاسباب كتيره، مش بس لصوت سميرة سعيد، مش بس لان الاغنيه متفرده، لان هي كانت مرتبطه بمسلسل شافوه اجيال كتيره وحبوه، ويمكن المسلسل اتنسى بس اغنيه التتر فضلنا فاكرينها وحافظينها. الفي ليله وليله قصه كل ليله، الفي ليله وليله قصه كل ليله، الفي ليله وليله قصه كل ليله. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغي ليل وليل ولطلوع النهار، لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار، في حالة انبهار. احكي يا شهر اساد احكي لشهر عيار، اشغي ليل وليل ولطلوع النهار، لطلوع النهار حيري غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. هي 12 سنة كنت بغني. كنت بتقفي على المسرح وتغني وجمهور و طبعا طبعا. فكل الفترة دي كنت بغني من 12 سنة لغاية ما جيت مصر. كنت بغني مغربي يعني. بعد كده انا جيت كل حياتي هنا كنت بغني مصري لغايه النهارده. ففي المغرب طبعا كان في نوع من يعني ليه سميره بتاع لا ووراكي فرقه كبيره ويعني واخده وضعك. ما بحبش الخصام ما بحبش الزعل، قلبي بيروق اول لو حتى ايه حصل. ما بحبش الخصام ما بحبش زعل، قلبي بيروق أول لو حتى إيه حصل. وخصوصا وياك أنت يا أغلى ما عندي أنت، وخصوصا وياك أنت يا أغلى ما عندي أنت، مع إن ساعة خصامك بيكون زي العسل. سميرة سعيد ليكي تجربة وحيدة يتيمة في التمثيل، عملتيها زمان في فيلم سأكتب اسمك على الرمال، صح اسمه كده؟ بالظبط. ايه بقى يعني عملت التجربة دي وقلتي والله ما انا ممثلة تاني خالص، ولا الظروف جت كده يعني؟ ده هي الظروف جت كده، لانه انا عملت سأكتب اسمك على الرمال كان هي اساسا ده فيلم عن المغرب يعني وعن سنوات ال 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 الكفاح يعني سنوات الحماية الفرنسية لغاية المسيرة الخضراء، فعبارة عن هو عن فيلم وثائقي شوية بتتخلله قصة حب مع عزة العلايلي وخلاص يعني، وانتهى الموضوع عند كده. كنت صغيرة خالص. صحيح. بس بعد كده يعني أنا ما فكرتش في الحكاية دي خالص، لانه كل الافلام اللي كانت تتعرض في الوقت ده كانت يعني مش راضياني يعني، او مش هو ده الفيلم، مش دي الافلام اللي انا عايزه انطلق من خلالها. ولا ما حبيتيش التمثيل؟ اولا انا ما حسيتش نفسي ان انا ممثله كويسه يعني بدايه هنا، انا مش ما حسيتش نفسي انه دي اقوى حته فيا انا كمطربه. انا عارفه نفسي ان مطربه الى حد كبير كويسه يعني، عندما كممثلة عمر ما حسيت ان عندي الموهبة الفذة يعني. بس الحاجات دي يعني لو كنت مثلا استمريت وعملت اغاني افلام غنائية في الوقت ده، من ده الفيلم ده على فكرة من 79 يعني،
يعني زمن يعني. فلو كنت عملت مثلا افلام مثلا كتيرة غنائية كان ممكن دلوقتي اكون انا احترفت وبقى عندي التولز بتاعت التمثيل كنت يعني اكتسبتها يعني. انا بتهيألي انت لو كنت حبيت التمثيل كنت هتمثلي يعني انت حد لا اللي اتعرض عليه كان وحش جدا انت فاكرة في الوقت ده كان كل الافلام كلها كانت افلام مقاولات يعني ما كانش الصناعه نفسها ما كانتش حلوه زي دلوقتي يعني دلوقتي لو كنت انا صغيره دلوقتي ولسه هبتدي اقول لك يعني حامل مجهود ان انا اعمل كورسات تمثيل واتحمس واقول لا يعني اجرب وممكن يعني اجرب نفسي بفيلم واثنين وثلاثه يعني انما وقتها ما كانش الامكانيه دي خالص يعني. طب ما نشوف حته صغنونه كده لانه ثلاث ارباع الناس ما شافتش الفيلم يعني انا عايزه اقول لك يعني ما وثقوش يعني او ما او ما انصحكوش تعملوا كده يعني ليه خالص. ليه بس كده؟ ما يمكن نكتشفك. لا خالص انا عايزه اقول لك ان انا ممثله فاشله جدا يعني. ممثله فاشله؟ طب ورينا يا استاذ ورينا بس احنا اللي نحكم. جوه المخزن بتاعت مين؟ سلاح؟ سلاح ايه؟ تعالي بس تعالي. انا عارف بس عايز اعرف عشان مين؟ كان لازم تعرفي انه علشان جيش التحرير في الصحراء. مش خلاص الملك رجع والارض اتطهرت من الاستعمار؟ ايوه لكن لسه في جزء من الوطن مختصر. في لسه معركه مع الجيش الاسباني. اخوان صحراويين زينا ماتوا في ايد بعمران. انت في داقي يا حميد؟ يعني حكايه الخاين اللي اتقتل في جبري سالم واللي حكيت لي عنه؟ انا اللي قتلته بس كنت لسه مش في المقاومه. ربنا يرجع حميد بالسلام ويجمع شملنا ببركة الأولياء الصالحين. مكتوب علينا اللي انكتب على عاشقين بعض اللقاء بيدوق عيني أوي. لا دي كانت تجربة الأولى ومش فاشلة قوي زي ما انت متخيلة. يجي مني يعني؟ ايه؟ يجي مني دلوقتي يعني؟ جدا بس متأخر جدا الموضوع. أنا بتفرج وكل فضول مش قادرة أنا بتفرج على التجربة البنت الصغيرة. لا إنه أدوات التمثيل غير أدوات الغنى خالص يعني أنا شايفة إنه يعني أنا أدوات الغنى أقدر أقول لك إن أنا يعني لحد كبير قادر ان انا اسيطر عليها انما التمثيل ده حاجه تانية واللي بيقول انه اللي بيحس في الغنى مؤكد انه يبقى ممثل انا بقول لا مش مؤكد يبقى ممثل كويس بدليل انه في مطربين كتيره جدا كانوا مطربين عبقره واسماء كبيره جدا في الغنى عمرهم ما كانوا ممثلين شاطرين يعني يمكن الوحيد اللي هم فلتوا من الحكايه دي كان الله يرحمه عبد الحليم حافظ كان ممثل فاز والممثلة شادية كانت من الممثلات يعني العظيمات يعني ويمكن وليلى مراد طبعا يعني عايزة أقول إنه قليل جدا ما تلاقي مطرب قادر يبقى مطرب كويس وفي نفس الوقت ممثل كويس دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. طب دلوقتي لو اتعرض عليكي دور يناسبك مكانتك ومكانك وتجربتك ممكن تفكري ولا مستحيل؟ إنني لا أعتقد لا اعتقد ليه لا تعتقدي مش عارفه ما مش حاسه ان انا قادره اعمل الخطوه دي دلوقتي يمكن ما قلت لك لو مثلا عملتها من 20 سنه كان لسه عندي 20 سنه اقعد اجرب في فيلم واثنين وثلاثه واربعه انما دلوقتي وانا ما عنديش خبره في التمثيل لسه هبتدي تاني يعني لا يعني ما عنديش الـ لا هيبقى مغامره كبيره قوي يعني وانا مش ما بحبش ابقى اخوض في مغامرات غير محسوبه الحقيقه وانا بشوف انه دي مغامره مش محسوبه تماما يعني. طب انا هنعرض جزء من كليب مشهور قوي ليكي اغنيه حلوه يمكن تسعينات الغرض مش هسالك على الاغنيه ولا طفيتها هسالك على حاجه تانية بس خلينا نفتكر سميره سعيد في كل دي اشاعات. Thank you.
ملهوش عندك اثبات كل دي اشعار وكلام كلام وكلام ملهوش عندك اثبات ما سألتش قلبك ليه عني كان قالك مين اللي شغلني ما سألتش قلبك ليه عني كان قالك مين اللي شغلني كان قالك على حوالي حاجات وحاجات وحاجات كل دي شعار حاجات. فكريني في حاجات كتيرة قوي حلوة يعني من الأغاني اللي في يعني حقب كتير قوي في حياتي. الأغنية دي؟ بصي ما فيش حاجة عملتها يعني ما هي يعني ذكرى حلوة في حياتي مرحلة حلوة في حياتي فيش حاجة من الحاجات اللي أنا غنيتها إلا وهي بتمثل لي حاجة يعني وإلا ما كنتش غنيتها أساسا. طب أنا مش هسألك على فكرة إيه الإشاعات اللي طردتك في حياتك عامة يعني سميرة سعيد نموذج كده حياتها الخاصة بعدها ومش بتكلم عن إشاعات الحقيقة أنا هكلمك على اللوك وشكلك اللي دايما بتغيريه يعني أنت مش بس بتجددي في أغانيكي وبتغيري فيها وبتجربي أنت مفيش ألبوم زمان شرايط وبعد كده ألبومز كان اللوك أو شكلك زي اللي قبليه مفيش فيديو كليب صورتيه وكنت شبه اللي قبليه مفيش حوار عملتيه وكنت أطلبت غيري أنا بشوف إن الموضوع الفنان ده يعني هو باكج على بعضيه يعني مش بس إن هو يعني يبقى صوت كويس ولا هو بيفكر كويس أو صوت بيختار كويس شكله ده برضو هو جزء من الباكج ده أو جزء من الكل ده لازم ياخد باله من كل التفاصيل يعني سواء كان في الغنى في الكلمة في الاختيار في اختيار المخرجين اللي يشتغل معاهم اختيار اللبس في اختيار كل حاجة يعني هي في الآخر ده باكج على بعضيه لا أنا حاسة أنك مهووسة بالتغيير يعني تقصي شعرك مرة واحدة تغيري لونه مرة واحدة أنت واضح بتحب التجديد في الحياة طبعا أنا بمل من نفسي يعني بمل من القوالب يعني ما بحبش النمط ما بحبش انا ابقى الشخصيه بتاعت النهارده هي الشخصيه بتاعت بكره انا شخصيه ملوله بطبعي يعني حتى فني ملوله يعني ما بحبش اقول نفس الحاجات اللي انا قلتها ولا اختار نفس نوعيه الكلام اللي اخترتها يعني وده يمكن في اوقات كتير قوي بيخليني برضو مش دايما بلاقي الحاجات اللي انا اقدر اجدد بيها يعني بيخليني دايما يعني في صعوبه في كده يعني بس انا ما بحبش القوالب ما بحبش دايما تلاقيني بصور على شكلي يعني مثلا ايه ده لما بتفرج على نفسي مثلا في وانا يعني اوقات كنت بلبس لبس غريب جدا اللي هو بلبس مثلا سواريهات وحاجات كتيره قوي بقول ايه ده معقوله كنت بلبس زمان كده مثلا فتلاقيني يعني انا مبسوطه جدا انك فتحتي الموضوع ده
ليه بقى؟ لانه كل ما تتغير الموضه يجوا ناس يقولوا ايه ده، هم ازاي كانوا لابسين كده، دول دي حاجه وحشه قوي. هو ساعه وقتها كان عز الموضه بالظبط كده. سميه سعيد كانت تطلع في حفلات كده زي ما هي بتقول، يعني يبقى الكريستال والنجف وكل كده كل الحاجات دلوقتي وشنيوم ومش عارف ايه والحاجات دي، وهي كانت اكبر من سني ان وقتها كان يعني كان لازم كانت توب موضه ده ساعتها، كانت بالزبط. الناس تقعد تستنى طلتها عشان تقلدها على طول. بس لما تتفرجي عليها من بعيد بعدها بسنين طويله بتقول معقوله انا كنت بلبس كده، يعني معقوله انا كان لبسي بالطريقه دي كنت. بس انا بشكل عام يعني ما بحبش ان انا افضل في، يعني حتى في لبسي، حتى في طريقه اختياري للشكل اللي بطلع بيه للناس، ما بحبش انه يبقى متكرر. وده كمان الهوس ده لو سميناه هوس. هو فتره الاخيره كمان زاد عندي يعني إيه ما بحبش سعيد إن فاشينيستا، عارفه الناس اللي بيلبسوا حاجات حلوه بس ملفته بس مش نمطيه، فاشينيستا يعني. بس يعني في اطار القالب برضو، في اطار برضو اسلوبي، وفي اطار يعني برضو انا مش لدرجه ان انا اروح في حته يعني مش اكزانتريك قوي يعني، عارفه يعني اللي هو في اطار اللي ممكن اعمله والبسه. بدور على 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 اشكال مختلفه، على لبس مختلف، على لوك. خلينا نفتكر كده شويه ملابس سميرة سعيد عبر مجموعه من الالبومات والاغاني والسنوات، خلينا نفتكر. وريني بقى. من القديم والجديد يعني. هدوم في الزهور يعني للناس بهتم بيه طبعا، بس انا في حياتي العاديه على فكره يعني جينز وتي شيرت في الصيف وجينز برضو وبلوفر في الشتاء وكده، يعني اللي هو ابسط حاجه ممكنه. انما لما يخص موضوع اطلالتي للناس طبعا ببقى مهم ان انا اطلع في احلى حاجه، في
اكتر حاجه مختلفه يعني يهمني قوي ان انا ابقى مختلفه في كل مره لما بطلع للناس. يعني في اجواء بقى راس السنه لازم نفتكر الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه. يعني من الحاجات الوحشه اللي حصلت في 2015 بالنسبه لسميره سعيد هو فستان المكرونه. ضحكتيني. الموضوع ايوه الصوره دي لفت الدنيا كلها وقعد يقول لك سميره سعيد لابسه فستان المكرونه. طب وريني فين المكرونه بس. انا ما اعرفش هما اللي قالوا كده. اهي سباكيتي اهي. دي اساسا حبال مش دي حبال. بس على فكره ده ديزاينر على فكره كويس قوي يعني حد مشهور جدا يعني. فعلا. اه طبعا. ايطالي ولا فرنساوي ولا؟ لا هو لبناني عايش في دبي. بس انا كنت شفت الفستان ده شفته في مجله وعجبني جدا وقلت ان ده على فكره ده نفس الشوت بتاع عايز اعيش. ونفس نفس الوقت نفس اليوم بتاع الشوتينج بتاعنا فعملنا كذا فستان كان من ضمنهم ده الحقيقه. وانا ما فكرتش ولا ثانيه انه ممكن يعمل كل الضجه دي لانه شايفه انه فستان لطيف ومختلف ولذيذ والحقيقه ما فكرتش في موضوع المكرونه بس الحقيقه يعني التشبيه لطيف جدا يعني بجد يعني اللي عمل الموضوع ده واللي قارن الفستان ده بالمكرونه فعلا ده معسل يعني. يعني افكر في حاجه الحقيقه ما حدش فكر فيها يعني. بعدين في حد كمان كاتب عامل صوره بتاعت حبال كده اللي هي بتاع الحبال اللي هي بتاعت الكهرباء دي سلوك الكهرباء ونضاره حمراء وقال لي ازاي تبقى سميرة سعيد في 3 ثواني حطت السلوك الكهرباء والنضاره الحمراء يعني وسميرة سعيد عبقري يعني مش ممكن يعني. كرييتيف جدا ما زعلتيش طبعا؟ لا خالص بالعكس انا انبسطت يعني. جدا عايز اقول لك انت صفحتك عليها ناس كتيره بتتواصل وانت علاقتك بالمعجبين بتوعك ما بحبش كلمه فانز مع ان كل الناس بيقولوها بس المعجبين المحبين علاقتك بيهم قويه يعني في ناس كتيره قوي احنا معانا النهارده ناس كتيره جدا معجبين سميره سعيد خلينا نحييهم وناس كتير من على صفحتنا على الفيسبوك كمان بنحييهم كل اللي معانا النهارده وبنقول للجميع كل سنه وانتم طيبين. فاصل وهنرجع تاني. يا ما شفايفك قالولي عملتي كده في هدوء وصمت قال لي تحبي تعملي تتر مسلسل؟ لا اغراني انا مش بحبها ولا قطة هتحبسها. في شطارة كمان في الموضوع يعني في حاجات يعني صعب عليا أقول عليها لا مسألش حاجة. من أحلى الحاجات في المسلسل كانت تتر. للأسف طبعا مش مفروض أقول كده بس أنا ما شفتوش يعني. هوصف لك احنا كنا في اوضه الاجتماعات بنشتغل وكان التلفزيون شغال على قناه سي بي سي ومنهمكين جدا في الشغل وبعد كده كلنا في لحظه انتبهنا لصوت اللي جاي من التلفزيون كلنا في لحظه كده حسينا ايه ده الصوت ده وحشنا قوي. انت عارفه لما الشغل يتوقف كده من غير ما حد يقول لدقايق لقينا كلنا سرحانين في الصوت اللي ما كانش اغنيه كليب ولا كان اداء على المسرح من اغانيك القديمه او الجديده لا كان تتر لمسلسل جديد بس ده حسسنا قد ايه صوت سميره سعيد وحشنا وقد ايه هو حلو. مسلسل سيره حب كان بتغني التتر له سميره سعيد كده في هدوء وصمت وما عملتش عليه صخب يعني احنا ما شفناش حتى دعايات كتير عليه فجاه لقينا صوتك بيتسرسب كده وده من احد الاسباب اللي حسينا منها انك وحشانا اكتر ما كنا فاكرين. سي يا ما شفايفك قالولي وهم بيحمسولي بحبك وايوه ده صوتك وصوتك كمان
ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان حبيبي أحس بأمان يملاني لو بنطع حروف اسمك ساعتها لو بموت ترجع لي روح يا حبيبي أحس بأمان حتى وانا بتنزل على كتفك دموعي وانت جارح للمناوي يا حبيبي أحس حبيبي. ايه الكسر ده؟ عملتي كده في هدوء وصمت ومن غير صخب والناس اتفاجئت بيه. هي كانت ليها ظروف، انا كنت في بشتغل في الالبوم ورحيم كنا بنشتغل مع بعض، كان هو عامل لي حاجات كتير قوي، كنا بنشتغل في حاجات كتير قوي المفروض كانت تنزل في الـ في الـ في الالبوم ده. واشتغلنا اللي هو عملنا اغنيه حب، لا مش عارفه اذا كنت اسمها من احلى الاغاني اللي موجوده في الالبوم. واحنا بنشتغل قال لي تحبي تعملي تتر مسلسل؟ قلت له اه ليه لا. فهو نفسه قال لي على فكره رحيم اللي تحبي تعملي كده؟ قلت له اللي على فكره دي تبقى حلوه جدا عشان انت بقالك من 82 ما عملتيش تتر المسلسل، فده بيبقى رجوع ليكي. قلت له طب سمعني الاغنيه. الحقيقه لما سمعت الاغنيه يعني لا اغراني جدا، يعني ما قدرتش اقول لا. سمعت الاغنيه حلوه جدا، وكاتبها كمان الشاعر احمد مرزوق، ده من شعراء الجمال يعني. ورحيم طبعا فنان عظيم يعني، هو موهوب. والحقيقه ما اشتغلتش معاه يعني خالص يعني. هو ناصح كمان انه يعرف يعمل اللقطه دي، وانه سميرة سعيد يعني في شطاره كمان في الموضوع. هو كمان ما شاء الله عليه شاطر يعني. صحيح. هو كملحن حلو قوي يعني، والغنوه حلوه. ما قدرتش ان انا يعني في حاجات يعني صعب عليا اقول عليها لا. بس اللي انا قصدي عليه ان احنا اتفاجئنا يعني، مسلسل شغال وفجاه لقينا التتر صوت سميرة سعيد. ما كانش فيه بقى يعني مش حمله بقى وكده وسميرة سعيد تغني تتر، ما اعرفش، في هدوء كده. يعني مش عارفه، انا كنت ساعتها يعني علاقتي كنت منزويه شويه، كنت عماله بشتغل في الالبوم، فما كانش يعني مش عامله اي نوع من يعني مش قايله يعني مش قريبه من الصحافه قوي الا من بعض المقربين. في مقطع كده في اطفال بقى كتيره بيقعدوا يغنوا اغانيكي، في مقطع ممكن نشوفه على صفحه سميرة. مش كتاب تقرا وترجع تحبسه جوه الدولاب، مش رسمه على الحيطه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا مش زعلانه وكئيبه، مش ماسكه شورت وبتقهر زي العبيطه، ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه، ما بردش اللي يقول لي كلمه كانت بسيطه. دي واحده من الجد حاجه جميله جدا، شوفي اطفال كده بيغنوا الاغاني دي، ما انا مش اغاني مش بسنهم، بس هو اهاليهم تلاقيهم معجبين جدا بالالبوم ومشغلين الاغاني ليل ونهار. بس ممكن ما يغنوهاش، ممكن يعجبوا بيهم ما يوصلوش يعني الاطفال نفسها ما تتجاوبش يعني، الطفل ده مزاجه يعني. صح. بس ان هم بشوف اطفال كتيره جدا بنبسط قوي يعني بجد حاجه. اللي بتغني دي بنت يعني من بورسعيد اسمها ليلي. انا مش عارفه ليلي موجوده ولا نامت، مش عارفه ليلي هنا. ليلي بصي يا
جماعة ليلي عايشة الصدمة. الله يعني. ممكن أنا كمان أسلم عليك يا ليلي؟ أنت حلوة؟ أنت نمتي ولا لسه؟ لا. طب فين التوكة الحلوة اللي كانت موجودة؟ ماما. لا روحي هاتي التوكة وتعالي، كانت أمورة، روحي هاتي التوكة وتعالي. الله أمال أنت سقنطوطة خالص. أنت قمر كده. أنا كنت شكلي كده. يلا هنسقف من أول وجديد لليلي كأنها عادي داخلة بالتوكة من أول مرة. الله. انت عارفه انه اولا انت عندك كام سنه؟ فور. طيب وانت الاغنيه اللي كنت بتغنيها في العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك انت. عظيم. بتاعتك انت. ومفيش واحده ثانيه بتغنيها؟ مين المغنيه اللي بتغنيها؟ اسمها ايه؟ سميره سعيد. طب قولي لي انت مسميه انت في البيت بتقولي على سميره سعيد ايه؟ بتسميها ايه؟ طنط ايه؟ طنط مازال. طنط مازال. انا سالت باباها وهي تعرف مازال كان عندها سنتين ونص ساعه ما مازال كانت موجوده. طيب ما تسلمي عليها كده عادي، انت فنانه زيها تعرفي تغني معاها ولا هتتكسفي؟ لا مش هتكسف. انت عارفه ايه؟ هي مش مصدقه ان انت اللي في الفيديو يا يا ليلي. انا اللي كنت بغني كده. طب هي مش طب احلفي والله. طيب ايه رايك نشغل الاغنيه زي ما كانتش مشغله في العربيه وتقعدي جنب طنط مازال وتغني معاها الاغنيه؟ تعرفي ده بيسموه دويتو، يعني انتوا الاثنين مطربتين هتغنوا جنب بعض. يلا يلا روحي اقعدي جنبها. تغني معايا ايه؟ ايه؟ انا مش كتاب. انا مش كتاب. انا مش كتاب. انا مش كتاب تقرا وتنسو جوه الدولاب. انا مش رسمه على الحيطه ومش حاجه في الأوضة تنتظر عليها. أنا مش شافنا بسها ولا قطة هتحبسها بحجة خوف مالوش أسباب. أنا إنسانة مسؤولة كنت متراقبة كده. اعتزال سميره سعيد لاول مره اسمع كلامها، يعني كل سنه لازم اتقابل معاها مرتين. سميره سعيد قالت عبد الحليم حافظ تقدم لي عشان يتجوزني وانا رفضت. حاجه بالعكس ما تضايقنيش، بالعكس انبسط بيها جدا. في ناس جت ونجحت واختفت. بيجي عندنا البيت اسمعه حاجات من الحاجات اللي كنت بعملها، تخيلت انها مغامره من المغامرات وخلاص. هي مغامره على فكره، يعني انا كنت حاسباها كويس. بتخاصمني حبه صالحني حبه.
أسمر وكان فنان على حلم عينه تبان شمس الصبح ترعاه وفي المساء حكايات فعلا حلوة جدا. وعامر مصطفى من احلى الحاجات اللي عملنا مع بعض, يعني اشتغلنا احنا عملنا حاجات كتير مع بعض, وعامر غنوادي عملها من احلى ما يمكن الحقيقة. دي من اجمل الاغاني الغير عاطفية اللي اتعملت في السنين اللي فاتت كلها. بس هرجع واكرر, مش فاهمه ما بيزعوش الاغاني الحلوه دي ليه؟ يعني هم فاكرين ان هي كانت لكاس الامم الافريقيه وخلاص. هي ارتبطت بالمناسبه دي الحقيقه, بس هي فعلا الغنوه حلوه, ودايما خساره الاغاني الحلوه يعني لما بتتعمل في مناسبه معينه ما بتبقاش, لما تعدي المناسبه ما ولو انه لغايه يعني وقت طويل وقت قصير كان, يعني كنت في قرطاج من كنت 3 سنين او 4 سنين فطلبوها مني يعني هناك يعني. فعلا والله يعني, وبس للاسف ما غنيتهاش يعني, بس استغربت ان هم كل الناس بيقولوا كلنا انسان كل يعني في حاجات كتير قوي كانت يعني مفروض ان احنا عاملين بروفات عليها, بس للاسف انه ما فكرتش ان انا ممكن اغنيها يعني. لا وبعدين ايه, كل ما تحصل ازمه مع افريقيا او نفتكر ان احنا يعني لازم نوطد العلاقات يقول لك يا ماما احنا ما فيش تبادل ثقافي وفني, طب فين ما في اغنيه تحفه ما بينسوا. يعني هي اغنيه بصراحه بتفكرنا ان احنا ناس يعني انه ان احنا من افريقيا, المفروض ان احنا من يعني بتربطنا حاجات كتير قوي ببعض, سواء كان يعني كافريقيا وكدول عربيه, الحاجات دي كلها جميله ان الواحد يفتكرها من حين لاخر. يعني ممكن الواحد يقول تنوع اغاني سميره سعيد له علاقه بشخصيتها وان هي متجدده وان هي ذكيه, وممكن يبقى في سبب اضافي هو ان هي من المغرب. المغرب واحدة من الدول اللي عندها ثراء في تراثها الموسيقي والغنائي, تنوع يعني مش نمط واحد, أنماط كتيرة ما أعرفش أعدهم ويمكن ما أعرفهمش كلهم, بس في الأندلسي, في الشعبي, في البربري, يعني في حاجات كتيرة اللي مهتم بالفولكلور يعرف إنه البلد دي متنوعة وثرية. حتى لما تغني تلاقيها فجأة قلبت راي فلامينكو, يعني برضو في لمحات اعتقد ان هي لها علاقه بالتراث المغربي الغنائي. في ناس جت هنا في مصر وفعلا حققت نجاح كبير جدا, في ناس جت ونجحت واختفت, معرفش انت على علاقه بيهم او في اي نوع من التواصل. كان في اسم في وقت برز عزيزه جلال, سميه القيصر, راحوا فين ولا ما تعرفيش؟ بص احنا في المغرب فعلا في كم من الاصوات الجميله, يمكن لو تلاحظي حتى الفتره الاخيره هتلاقي في اصوات مغربيه
فعلا جميله وفيها امكانيات رائعه يعني. من ضمن الاصوات اللي اتوجدت من فتره طويله كان عزيزه جلال، وعزيزه جلال من الاصوات النادره الحقيقه يعني، ودايما كنت بشبه صوتها زي الالماس كده من كتر ما هو ناصع وجميل وعارف زي الالمازه كده يعني لامع كده وحلو وجرسه حلو وعربها حلوه بس هي يعني اختارت انها تتجوز يعني، يعني احنا خسرناها بس هي اكيد اختارت المكان اللي عايزه تقعد فيه او اللي عايزه تكون فيه. انا نسيت اقول بخلاف التنوع الشعب المغربي عنده تذوق كده للموسيقى عميق مش من على السطح، يعني يحبوا الطرب ويفهموا فيه ويقيموه. دي حقيقة. يعني ما اعرفش في المغرب طبعا احنا يعني عايزه اقول لك انه من اكتر، مش هقول لك يعني اكتر من مصر او اكتر من دول عربيه كتير، لكن من اكتر الشعوب اللي بتحب الطرب الشرقي. ام كلثوم هتلاقي مثلا انا يعني وانا عندي يمكن 5 6 سنين بعرف بيت من البيوت كان اصدقاء الوالد الله يرحمه عنده كل اغاني ام كلثوم، يعني عنده زي مكتبه يمكن هنا في مصر يمكن مش موجوده، مكتبه لكل اغاني ام كلثوم من ساعه ما ابتدت تغني لغايه اخر اغنيه. حاجات نادره يعني، حتى حاجات في مناسبات خاصه، كل الحاجات دي موجوده عند ناس كتير قوي يعني. هتلاقي ناس مثلا من الناس المحبين للاستاذ عبد الوهاب الله يرحمه برده نفس الحكايه، تلاقي مثلا عنده مكتبه رائعه من الاغاني اللي يمكن مش موجوده في اذاعات كتيره قوي يعني. فالمغاربه بيحبوا الطرب الاصيل، وانا اساسا انا تلمست على المدارس العظيمه دي يعني. فكنت بقى بسمع كلنا الاصوات الجميله ليه بقت جميله عشان بتسمع المدارس العظيمه دي. كبروا عليها وتعلموا منها. صحيح. كتير يعني. صحيح. فاكره اغنيه عزيزه جلال اللي كانت مشهوره قوي تقيل سيد مكاوي، بتخاصمني حبه وتصالحني حبه، ولا هي كانت كانت بتاعت سيد مكاوي افتكر. بتهيالي. ما تفتكريها ولا ما تفتكريهاش؟ افتكرها طبعا. طب ما نعمل تحيه لعزيزه جلال، ما اعرفش هي فين ولا اراضيها ايه. طب ده هي صوتها جميل جميل. تعالى نحضرها الغنوه يعني. الحته الاولانيه بتخصمني حبة وتصالحني حبة، شوية تغضب كده من غير مناسبة، بتخصمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. يا حبيبي اهدى اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي، اهدى اهدى يا حبيبي. مثال اللي لعبة ولا الحب لعبة، بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. عزيزه من الصديقات اللي انا بحبهم جدا جدا، واحنا على تواصل يعني. تعرفيها يعني؟ يعني طب سلمي عليها. يا هي احنا بنتكلم في اوقات يعني، وهي محبه قوي وجميله وطيبه، وكانت اطلالتها كده وهي لابسه النضاره ومش مش فارق معاها، هي عندها صوت زي ما انت قلتي زي الالماس كده، وبتغني يعني ومضت كده وبعد كده اختفت خالص. طيبة للصالح وتغضب من هنا وتخاصمني وانت الغلطان مش انا، طيبة للصالح وتغضب من هنا وتخاصمني وانت الغلطان مش انا، طيبة بكرة الحب يهرب مننا يرجع تاني مش بفرحك، وبعدك عن الغربة يرجع تاني جرحي، وما تهنش بفرحك، وبعدك عن الغربة
وحبي وانا بجد المصريين بحبها يسلموا من قلبي عليك يعني. يا عزيزه اكيد هي حست بحب الناس طبعا يعني اكيد وصل لها من كل الناس يعني لغايه دلوقتي ما حدش قدر ينساها لغايه دلوقتي صحيح يعني. صحيح طبعا في جيل ما عاصرش عزيزه جلال بس يعني دي حاجه جميل. انت سامعه الاغنيه صح؟ طيب عمري ما فهمت حكايه عبد الحليم حافظ عمري ما فهمتها يقول لك ايه اصل سميره سعيد قالت عبد الحليم حافظ تقدم لي عشان يتجوزني وانا رفضته او ابويا رفضه ايه ده ايه ده ايه ده طبعا طول الوقت اول مره اسمع الكلام ده ايه ده والله دي حكايه لا من لا كتر لا. ما اتكررت بنتعامل معاها لا لا خالص انا اول مره اسمع الموضوع ده دي اتكتبت في كل حته لا يمكن لانه انا عبد الحليم حافظ لما يجي كان عندي 12 سنه بالظبط ما هو ده بقى اللي احنا المتلقي انا اول مره اسمع الكلام ده وحياه ربنا يعني بجد يعني ده دايما يقول لك ايه عبد الحليم حافظ وكده وحبها ومش عارف ايه ما خالص لا عمر ما سمعت الكلام ده خالص تصدقي اللي انت بتقوليه دلوقتي ده المنطقي لا بس انا عمر ما سمعت الكلام ده اول مره اسمعه النهارده بجد يعني انا مستغربه يعني لا خالص لا يعني ما هو قاعد يقول لك بقى واهداها مش عارفه اشارب ولا يعني؟ كولار ولا ايه ما احنا برضو ما كناش فاهمين لا خالص يعني موضوع بره اي تصور حتى يعني اوت اوف كويستشن صح لا بره اي تخيل صح. حتى مش لا خالص انا بالنسبه لي كان عبد الحليم اولا يعني كان لما كل ما يجي المغرب كان لازم نتقابل يعني لينا يعني ما فيش سنه يعني من بدايه من بدايه السبعينات يعني 71 72 يعني كل سنه لازم اتقابل معاه مرتين على الاقل سواء كان في القصر الملكي كنا بنغني مع بعض في الاعياد الوطنيه او حتى في مثلا بيجي عندنا البيت اسمعه حاجات من الحاجات اللي كنت بعملها فطبعا بالنسبه لي كان اولا كنت يعني عبد الحليم حافظ يعني انا بالنسبه لي صحيح انا كنت صغيره بس انا شايفه عبد الحليم حافظ قد ايه شخصيه فنية فزة وفنان عظيم وقد ايه يعني مدرسة في كل حاجة حتى في الحياة يعني انا كنت قاعدة هناك في المغرب وبشوفه هو ازاي بيتصرف وازاي بيتكلم وازاي بيسلم على الناس وازاي كنت عمالة بشوفه وبراقبه بشكل يعني وانا صغيرة طبعا الواحد بيبقى طول الوقت عمال بيه عارفة بيتعلم فأنا كنت بأكتر شخصيات اللي أنا كنت بتعلم منها عبد الحليم حافظ يعني كنت بتحبي تغني له إيه؟ يعني إيه أقرب أغنية ليكي؟ مش لازم في الطرب يعني حتى في المشاعر وفي ال لا أنا بحب له كل الحاجات ما هو أنا من وجهة نظري عبد الحليم حافظ ما غناش حاجة وحشة عمره ما غنى حاجة وحشة كل الأغاني اللي غناها حلوة يعني أخبرتي خنوقي قلبي ليه تخونه
كده اعتزال سميرة سعيد. كل حاجة ليها عمر افتراضي. لا دي مغامرة كبيرة. بالنسبة لي كان مهم جدا ان انا اعمل حاجة مختلفة. سألش حاجة. ايه الامنية اللي نفسك تتحقق في 2016؟ انا نفسي في المدينة الفاضلة. ليكي طريقة مميزة في الغنى، طريقة سميرة سعيد بدلعها بمخارج الحروف. مفيش مطربة بتطلع غير بيقعدوا يعني يقلدوا من باب يعني بيهزروا وبيغنوا بطريقتك. ده حاجة بتضايقك ولا ما يعني يقولوا كل دي إشاعات ويعملوا المطة بتاعت سميرة سعيد؟ لا يعني ما ضايق ليه، بالعكس ده حاجة جميلة يعني، ده روح حلوة منهم أساسا يعني. أولاً عايزة أقول لك إنه ما فيش حد بيعمل كده إلا إذا كان بيحب بجد يعني، أو معجب بجد أو بيحب يعني. وأنا الحمد لله علاقتي بكل زميلاتي يعني بجد أنا حاجة بعتز بيها وبفتخر بيها، إنه علاقتي بكل زميلات يعني، بداية من أصالة، أنغام، شيرين، كلهم علاقتي بيهم قد كده جميلة وحلوة وفيها محبة وما فيهاش لا فيها غيرة ولا فيها، بالعكس يعني. واكيد الناس بتحس بكده يعني، بتحس بقد ايه احنا علاقتنا ببعض حلوه يعني. بيقلدوك ازاي؟ مش عارفه بقى، اللي هي حصلش حاجه. حصلش حاجه. سميره سعيد غالبا شخصيتها زي غناها، فيه ذكاء وفيه موهبه وفيه بساطه وبتقدم اللي هي عايزه تقدمه لك من غير تكلف ومن غير ما تحسسك انه هي بتعمل حاجه لازم تركز فيها، بالعكس هي بتطرح اغانيها او تجربتها وتقعد تشوف وتقيم. قد ايه الاغاني اللي في الالبوم الجديد بتاعها جريئه وجديده، بس هي تحس ان هي عملتها وقالت انا مستنيه. احتمالات الحمد لله الالبوم نجح جدا، بس كان ممكن الناس ما تتقبلوش، كان ممكن ايه هتبقى صدمه بالنسبه لك وتعتزلي. انت عارفه ان انا يعني بالنسبه لي كان الالبوم ده تحدي جامد جدا يعني. يعني تحدي يعني انا بالنسبه لي لو كنت بقول، عشان بقى لي فتره طويله غايبه عن الساحه الفنيه، فبقول انا لو الالبوم ده ما حققش اللي انا عايزاه فافضل لي ان انا اختفي خالص يعني. فكرت في الحكايه دي تماما يعني، قلت انا بالنسبه لي ده الالبوم ده هيحطني على محاكاه، اما خليني انا يعني عماله يعني في امكانيه ان انا يعني ان انا ارجع تاني زي ما كنت متوهجه، او ان انا اختفي خالص يعني. انا مش متخيله يعني، نقرا خبر كده اعتزال سميره سعيد، ما اعتقدش ان ده كان ممكن يبقى في اوبشن اختيار قدامك. لا انا كل حاجه ليها، دايما بقول ان كل حاجه ليها عمر افتراضي يعني. كل حاجه لازم تنتهي في يوم من الايام يعني. بس انا طالما قادره ان انا اعمل حاجه، انا لو حسيت انه الفيدباك بتاع السي ده ما كانش زي ما بحجم توقعي او بحجم اللي انا كنت نفسي يحصل، لو ما حصلش كده كنت هبقى في مكان مش، ما كنتش هبقى كومفورتبل خالص، ما كنتش هبقى مرتاحه يعني. فبالنسبه لي كان يعني فكرت انه لو لا قدر الله انه الالبوم ده ما حققش اللي انا نفسي فيه، فكنت بفكر ان انا اختفي تماما يعني. وانا قلت الكلام ده للمقربين ليا يعني، يمكن أنا اول مره بقوله انا اول مره اسمعه ومش متخيله على شخصيتك، انا تخيلت انها مغامره من المغامرات وخلاص. لا خالص، عشان انا فضلت فتره طويله بعيده، فانا بالنسبه لي كان مهم قوي الالبوم ده ينجح يعني، عشان انا كمان بالنسبه لي ده يعني رجوع لي انا بجد يعني. صحيح انا عملت مزار والحمد لله حققت. طب يعني اللي في اللقطه اللي انت بتتكلمي عليها دي، انه لو الالبوم ده ما كانش نجح كنت هتعتزلي؟ كنت
العبي في السليم، اعملي الاغاني اللي متعوده. ده انت عملتي جرأة، يعني كانك واحده بتقولي انا بجيب من الاخر، يعني لا دي مغامره كبيره. بالعكس انا بس هي مغامره على فكره، يعني انا كنت حاسباها كويس، يعني انا بروح في مطارح ما رحتهاش قبل كده. اولا هو نوع من الاستمتاع الشخصي، يعني كل حاجه بعملها انا بستمتع بيها انا اولا، يعني حتى لو لقيت نفسي ان انا من الناس مش عاجباها، فبقول انا عملت حاجه نفسي اعملها. بس انا عمري ما فكرت ان الغنى بالنسبه لي لازم الواحد يغني في المضمون. حكايه ان اعمل حاجه انه تبقى بس ادوس في المضمون وخلاص، انا بالنسبه لي مش دي شخصيتي. يعني في الغنى بالذات او في فني او في شغلي، ما بحبش العب على المضمون قد ما بحب العب على اللي انا، على التحدي ان انا ادوس. الاغاني اختياراتها مش نمطيه، المزيكا فيها جرأة، الكلام كله يعني غريب، معظمه مش حقيقي. حتى يعني الصوره ده انت، يعني حتى ده انت من عارفه الجواب بيبان من عنوانه، حتى الصوره بتاعت الالبوم اللي هو الشعر البينك ولا احمر، ده لونه ايه ده؟ بينكي. بينك. يعني ما اعرفش، انت غالبا كنت بتدي عنوان عريض يا كده. يعني انا بالنسبه لي كان مهم جدا ان انا اعمل حاجه مختلفه، يعني بكل المقاييس في كل التفاصيل، يعني كل تفصيله من تفصيل الالبوم ده. يعني فكرت طول الوقت ايه اللي ممكن اعمله جديد انا ما عملتوش قبل كده. وفعلا حتى عشان هو المضمون بتاع السي دي نفسه في حاجات كتيره مختلفه، يعني فالصوره طبعا لازم تبقى هي جزء من العمل نفسه. مع نهايه سنه وبدايه سنه جديده، ايه الامنيه اللي نفسك تتحقق في 2016؟ عايز اقول لك انه اكتر حاجه دلوقتي شغله بالي وشغله تفكيري هي استقرارنا، يعني الحقيقه لانه بالاستقرار لو احنا مستقرين هنعمل فن كويس، هنقدر نتقدم، هنقدر نعمل كل حاجه كويس. انما احنا مش مستقرين، لو مش امنين، لو ما عندناش الامن والحياه الهادئه، ولو حياتنا في عالمنا العربي فضلت على طول كده في حاله يعني لخبطه، تفتكري هنقدر نعمل فن كويس؟ هنقدر نعمل سينما كويسه؟ هنعمل غنى كويس؟ هنقدر ان احنا حتى نتقدم في مجالات اخرى حتى غير الفن؟ اعتقد انه عالمنا العربي هو في اشد الحاجه انه هو يعيش يعيش حياه مستقره وهادئه، ونقدر نربي اولادنا واولاد اولادنا وهم يعني امنين في بيوتهم، امنين على اولادهم. يعني فدي اكتر صحيح. حاجه صحيح. يمكن هاجسي وبقول يا رب 2016 و17 و20 و30 و40 اولاد اولادنا يعيشوا في امان ويكفي. يكفينا بجد، يكفينا احزان، يكفينا مشاكل. عارفه كانوا سام عام سنه 2015 لما تاخدي الباكج كده كلها تقدري تسميها، وده توصف كمان في كتير من المقالات، انه كان عام العنف، كان في حروب في كل حته وخناقات في كل حته وقتله في كل حته وصراعات في كل حته. يا رب 2016 يبقى فيه قدر اكبر من التسامح، وقدر اكبر من اللاعنف، وقدر اكبر من المحبه. يا رب يا رب يبقى مختلف عن 2015. يعني ساعات بشوف ان الاماني دي اوقات بحسها بعيده في ظل كل اللي بيحصل في عالمنا، في العالم بشكل عام. كل ماذا الناس يعني مش عارفه ليه، وانا مش عايزه ابقى متشائمه، كل ماذا الدول الكبيره دي عايزه تعمل مشاكل، وفي مش عارفه، حاسه انه حياتنا مش هتبقى هاديه زي ما احنا عايزينها تبقى. بس دايما بنطمح وبنقول يا رب. انت عملتي الاغنيه المفروض اللي كانت الهيد بتاعه الالبوم عايز اعيش، ده انت واحده بجد، لانه يعني عشنا في نكد ما يكفي، يعني في الثلاث او اربع سنين يكفي ويفيد. دي حقيقه. وصحيح ان احنا بنامل ان احنا نعيش، يعني اوقات بقول انا نفسي في المدينه الفاضله، يعني فينك يا افلاطون؟ تعال لنا عيشنا في المدينه الفاضله اللي هي ممكن تكون بعيده عن 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 الحياه الماديه اللي احنا عايشينها بكل ما فيها من شرور ومن بس يعني
بنقول نتمنى، بقول نقول يا رب انه الخير دايما يطغى عن الشر، وانه الحاجه الحلوه والحياه الجميله تبقى هي الابقى ان شاء الله. ان شاء الله. بس في امنيه يعني. اكيد انت نفسك شادي يقعد جنبك، انت زعلانه جدا ان هو بعيد عنك وطول الوقت مستنياه ياخد اجازه ويجي. ده حقيقه، عشان كده انا ما بسيبوش خالص. هو دلوقتي 2016 هو هيكون خلص دراسته ولا لسه؟ 2006 لا لسه قدامه سنتين كمان. تقعدي قاعده مستنيه من الاجازه للاجازه. بس احنا بنتقابل كتير يعني، احنا طول الوقت يعني، يا اما بروح له هناك يا اما بيجي لي. يعني انا ما اقدرش ابعد عنه كتير، ان هو كل حياتي الحقيقه يعني. ويا رب يا رب يخلي اولادنا واللي عنده اولاد ربنا يخليهم له، دي احلى حاجه في الحياه يعني. سميرة سعيد، أنا ابتديت وقلت في بداية الحلقة إن أنا كنت أعرفك من صوتك الجميل وأغانيك الحلوة اللي فيها جزء من ذكرياتنا وجزء من تحدياتنا وجزء من التجديد اللي احنا بنعيشه. عرفتك الأسبوعين اللي فاتوا، وعلى المستوى الإنساني يمكن في 2015 قابلنا ناس كنا نتمنى إن احنا ما نشوفهمش ولا نتقابلهم ولا نعرفهم، وفي ناس حسينا إن احنا كسبنا بني ادمين حلوين. انا تهيالي ان انا عرفت وكسبت بني ادمية او انسانه فيها من اللطف والشفافيه والذوق والذكاء وعدم التكلف اللي يخليني احطها في الرصيد الايجابي للناس اللي عرفتهم في 2015 وهي سميره سعيد. سميره سعيد لما تدخل بيتها لاول مره تحس ان هو بيتك، تحس ان هو مكانك. تعمل لفتات ذكيه من غير ما يبان عليها، ببساطه وبهدوء كده تلاقي شاي اخضر مغربي داخلك من غير ما تقعد تدي لك قصيده في التفاخر والانتماء، تلاقي حلويات مغربيه بتتقدم لك. بتقول لك انا دي من بلادي، وانت مش غريب عني. شفت لفتات جميله ولطيفه حسستني انه يمكن محبتي للفنانه وللصوت لازم يوازيها محبه للانسانه والبني ادميه. وانا بجد سعيده بالمعرفه دي سميره. منى انا بتمنى لك كل حاجه حلوه، ما عنديش كلام كتير اقوله لك. انا بقولش الكلام ده غير لما ببقى حاساه وعارفاه ومن قلبي. وانا حساكي، عشان كده انا بقول لك بجد، مش هقول لك غير بتمنى لك كل حاجه انت تتمنيها لنفسك. اشكرك. طيب دلوقتي بعد الحب الكتير ده لازم ننهي اغنيه متفائله وجميله ومرعرعه ومورده ومليانه حماس. سميره سعيد مش هتاخد الحماس غير منكم. هوا 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 بلا قلبي ومالي.
سعيدة عليكم وعليكي، وتفضلي دايما في قمة تألقك الفني والإنساني والشكلي والغنائي. انت بني أدمية وفنانة بتدي طاقة إيجابية حلوة جدا لكل اللي بيتعامل معاكي أو بيسمع. شي خالص منى، وبشكرك على كل اللي عملتيه النهاردة، بجد حاجة بالنسبة لي كانت جميلة، ودي بداية سنة حلوة عليا إن شاء طبعا الله. الله الله، إيه الجمال ده؟ يعني إن شاء الله كده تدينا كده إن شاء الله اللي حصل النهاردة تبقى بداية سنة حلوة علينا كلنا، الناس اللي بيشوفونا هنا في الاستوديو، والناس اللي كمان بيشوفونا من خلال التلفزيون. بتمنى لكم سنة سعيدة فيها حب وجمال، وسنة مشرقة مزدهرة وهادية وآمنة يا رب.